¿Qué hay que hacer? Lo de Marruecos-España, ¿qué opinamos? ¿Quién va a ganar? ¡Va a ganar España! ¡España! ¡España! ¡Vamos por España! إسبانيا ماشي صعيبة، غنغلبوها إن شاء الله، وكنتمنى التوفيق للجميع، شكرا. تبارك الله على المنتخب ديالنا، إن شاء الله بالنجاح، ونطلبوا إن شاء الله يوفقهم، يعني هذا كأس العالم نطلبوا الله يزيد. السلام عليكم، قبل ما تسقسيني على نتيجة إسبانيا، خصك تعرف لأن المغرب عنده واحد المهمة، لأنه هو الحالية اللي كيمثل القارة الإفريقية، وكيمثل العرب، وكيمثل حتى مسلمين جميع انحاء العالم، وكيمثل قطر المنظمه كاس العالم حاليا، هو المنتخب اللي كيمثل قطر تما، وعليه واحد الحمل كبير، لازم انه يغلب هذه المقابله لانها مقابله مهمه جدا. نتمنى الفوز ان شاء الله، وتكمل الفرحه لجميع المغاربه من طنجه الى القويره وكل العالم العربي ان شاء الله. بالنسبه للاعب ديالنا كتسمى حنا عم بانو خصم اسبانيا، هذا هو الاهم، فهمتي؟ يعني اصلا المباراه عندهم مباراه استثنائيه، خصهم يغلبوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله نجيبوا نغلبوا كاس العالم، ونغلبوا اسبانيا 3-0، وندوزوا للجوله الثانيه ان شاء الله يا ربي. وعندنا المدرب ديالنا الكراكي لافوكا، ان شاء الله يا ربي نقدروا نغلبوهم ونجيبوا 3-0. شكرا. غنغلبوهم وغنخليوها في التاريخ ان شاء الله، وغنقوزو نعبروا عاود الدور الثالث ان شاء الله. كما كنعرف مقابله يعني ماشي مع اي فريق، هذه كتسمى الديربي، لعبي مع الجاره الاسبانيه، فخصنا نغلبو هذه المقابله هذه، واللاعبين عليهم واحد الحمل كبير بزاف، وكنتمنى يكونوا في مستوى ونكونوا في نفس التركيز للمقابله ديال بلجيكا. عندنا لعبة ممتازين، عندنا مدرب الله عم راس الركراكي ديالنا، وان شاء الله الاسود غيعبروا ان شاء الله الدور الثالث ان شاء الله بكل فرح وبكل جداره واستحقاق. شكرا جزيلا، وديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب. وعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد إسبانيا في دور 16 من كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة صنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول. بل إن أسود الأطلس تأهلوا في صدارة مجموعة ضمت كلا من كرواتيا بلجيكا وكندا، وهما الفريقان اللذان حصلا على المركزين الثاني والثالث في النسخة السابقة من المونديال. يا لروعة إنجاز أسود الأطلس. يضرب المنتخب المغربي في دور 16 موعدا صعبا ضد المنتخب الإسباني الذي حصل على وصافة المجموعة الخامسة التي ضمت كلا من اليابان وكوستاريكا وإسبانيا وألمانيا. أما عن موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم 2022 لحساب دور 16، ستكون يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، ومن المقرر أن تنطلق